كل يوم بتفتح موبايلك وبتسكرول على السوشيال ميديا وكل اللي انت بتشوفه ناس ما شاء الله اجسامها جامده جدا ناشفين طول السنه وشكلهم جبار، واللي انت بتعمله هو ان انت بتبدا تبص لنفسك وتبص لشكلك وتبص للتقدم اللي انت بتعمله وتبدا ان انت تقارن نفسك بيهم، وللاسف بيصيبك الاحباط ان انت ازاي مش قادر توصل للشكل اللي هم فيه. فخليني اقول لك ان السوشيال ميديا ممكن تكون هي السبب اللي واقف بينك وبين ان انت توصل لهدفك وتعمل الفورمه اللي انت عايزها. السبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده هو ببساطة ان في الفترة الاخيرة ومع الموسم الثاني من الطريق الى المسرح، وكمان ده كان بيحصل في الموسم الاول في الطريق الى المسرح، فده اكد لي ان هو مشكلة لازم اتكلم فيها، وهو ان احنا كان بيجيلنا كومنتس على طول هو إيه انت محتاج تزيد عضل، انت جسمك مفيهوش عضل كافي، انت تنشيف بس ومفيش كتلة عضلية، انت كمال العظام مش كمال الاجسام، انت محتاج ان انت تتمرن على كذا، انت محتاج تركز على كذا، انت محتاج تطور من كذا، انت المستوى اللي انت مقدمه ده انت بتتكلم ليه اصلا في الجيم، ما تبص على جسمك. والكومنتات من هذا الشكل كتير جدا سواء على فيديوهات اليوتيوب او سواء على انستجرام او سواء في اي حتة. فتخيل ده بيحصل لنا واحنا على اليوتيوب بقالنا سنين وداخلين على 100,000 متابع وعلمنا ناس كتير قوي ازاي يوصلوا للهدف اللي هم عايزينه ويوصلوا للفورمة اللي هم عايزينه، هم بياكلوا الاكل اللي هم بيحبوه عن طريق فيديوهاتنا هنا على اليوتيوب، كورساتنا او المتابعة الاونلاين، وقدرنا ان احنا نغير حياة ناس كتير للاحسن. وبرضو بيجينا الكومنتات دي حتى بعد ما احنا الاتنين شاركنا في بطولات طبيعي ووصلنا لدرجات تنشيف ناس كتير ما بتقدرش ان هي بتوصل لها حتى لو استخدموا هرمون. فانت بتيجي تعمل كل ده وبرضه في الاول وفي الاخر لسه بيجي لنا كومنتات من هذا النوع كل يوم. طب ده ببساطه بيحصل ليه؟ في الفترة الأخيرة مع انتشار ثقافة الجيم والتمرين ومع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، الناس بقت كل اللي هي بتشوفه هي الفورم الجامدة جدا اللي هي جيناتهم 1% من 1% من 1% من الناس اللي هي اصلا بتروح الجيم. وده طبيعي، لو واحد شكله حلو جدا وما شاء الله عليه وشكله ملفت فبالتالي هي دي الناس اللي هيبقى عندها قاعدة من الفولورز كبيرة. بس للأسف اللي بدأ يحصل هو ان الناس دي اللي هي اصلا جيناتها جبارة وجزء كبير منهم بيبقى اصلا بياخد هرمونات وجزء اكبر منهم بيبقى هو ده اكل عيشه وهو ده كل اللي هو بيعمله هو الفتنس والجيم، وتبدأ ان هي تاخد ده والنمط ده وتعتبره ان هو ده الطبيعي او ان هو ده المتوسط او ان هو ده الافريج. يعني ببساطة لو انت شخص بيروح الجيم فانت مطالب منك ان هو ده يكون شكلك طول السنة وان هو ده تكون فورمتك مهما كان، مهما ما بنتكلمش بقى في ظروف ولا شغل ولا ايا كان، انت لو شكلك مش كده فانت ما بتروحش الجيم وانت بتضيع وقتك وانت اصلا مش فورم. واقول لك على التقيلة، حتى الناس دي اللي هي اصلا بيعتبروهم الستاندرد او اللي انت بتقارن بيه الناس التانية برضه بيجي لهم كومنتات يقول له انت محتاج تشتغل على كذا او التنشيف بتاعك مش كذا او مش عارف ايه. ده اذا كان البيج رامي اللي هو اصلا اجمد واحد في العالم في كمال الاجسام، الناس في الكومنتس بتديله تعليمات، بتقول له خف الوزن، بتقول له العب صح، بتقول له انت محتاج تشتغل على الخلفيات، انت اللات عندك مش عارف ماله، انت البنش مش عارف ايه، انت عضلات بطنك مش عارف ازاي. فلو البيج رامي اللي هو اصلا مستر اولمبيا مسلكش من الكومنتس بتاعت الناس ومن التعليمات اللي هي بتديها له ومن اللي اعمل كذا وما تعملش كذا، انا وانت هنفلت؟ يعني ده البيج رامي ما فلتش، يبقى احنا هنفلت ازاي؟ الكلمه فاهم. خليني بس اطمنك واقول لك حاجه، ان 99% من الوقت لو انت دخلت على البروفايل بتاع الشخص اللي كاتب لك الكومنت اللذيذ ده هتلاقيه لا فورمه ولا هو ضخم ولا هو ناشف ولا هو اي حاجه من الحاجات اللي هو بيقولها لك ان انت المفروض تعملها. وفي اغلب الوقت هو بيبقى طفل لا دخل الجيم قبل كده ولا عمره ضخم ولا نشف ولا حضر لبطولة ولا عمل دايت ولا اتمرن، بس هو شاف الكام صورة اللي موجودين على السوشيال ميديا وشاف ان هو ده الطبيعي وهو بس مستني بابا يديله المصروف علشان يشترك في الجيم عشان في 3 شهور هيبقى شبه روني كولمان. فهو الستاندردز او التوقعات اللي عنده طايرة اصلا في السماء، هو ما جربش، فهو شايف ان لو انت ما وصلتش لده في 3 شهور يبقى انت مالكش في الجيم واحسن لك ان انت تبطله.
او هو شاب ما بيعملش اي حاجه في حياته غير ان هو بيخش للناس يكتب لها كومنتات يقعد يقول لها انت المفروض تعمل كذا والمفروض تعمل كذا والمفروض تعمل كذا. بس في الاول وفي الاخر هو لو كان اللي هو بيقوله ده كان نافع كان زمانه نفع نفسه، وكان زمانه هو اللي دخل البطولات واحترف ووصل لدرجات التنشيف الرهيبه وعمل الكتله العضليه اللي مفيش منها اتنين، وكان زمانه اجمد مدرب في الدنيا. بس هو ما عملش كل ده ليه؟ علشان هو اصلا خليني ساكت. فالمرة الجاية اللي يجيلك فيها كومنت محبط كل عليك تعمله هو ان انت تدوس على البروفايل بتاع الشخص ده وهتحداك لو انت ما ضحكتش، ولو ما ضحكتش يبقى تعالى قول عليا ان انا ما بفهمش وبقول اي كلام. طب اعمل ايه عشان الموضوع ده ما ياثرش فيا ولا ياثر على نفسيتي وابقى بروح الجيم مبسوط ومبسوط بالتقدم اللي انا بعمله؟ رقم واحد وده الاهم، ان انت تبقى عارف ان السوشيال ميديا ما هي الا مكان الناس بتنزل فيه احسن صوره ليها واحسن فيديو ليها باحسن كونديشن باحسن اضاءه باحسن اديتنج باحسن كل حاجه، وده شيء طبيعي. انت عايز تظهر قدام الناس باحسن شكل، فما تجيش تبص على السوشيال ميديا على صوره معينه وتبدا تبص على نفسك في المرايه وتحاول تقارن نفسك بيهم، غير ان انت شخص وهو شخص، فالكونديشنز بتاعه السوشيال ميديا غير اللي في الحقيقه. تاني نقطة، ودي نقطة مهمة جدا، لازم انت شخصيا تغير المايندسيت او طريقة التفكير بتاعتك، بان انت لما تفتح السوشيال ميديا وتشوف فورمة جامدة كل عليك تعمله هو ان انت تقول ما شاء الله، وتبص للشخص ده وتاخد منه حافز ان انت تنزل تتمرن وتعمل اللي تقدر عليه وتقتل نفسك في التمرين، مش ان انت تفتح وتبص على الصورة دي وتبدأ ان انت تقارن شكلك بشكله او التقدم بتاعك بالتقدم بتاعه. هو ده بالظبط عامل زي اللي بيشوف عربية جامدة جدا ماشية في الشارع ويقول ما شاء الله، ويحاول ان هو يشتغل على نفسه علشان يقدر ان هو في يوم من الايام يشتريها، او لو حتى ما اشتريهاش يبدأ ان هو يقرب منها ويجيب عربية حلوة، ومن الشخص اللي بيبص على العربية بتاعت حد تاني ماشي في الشارع ويبدأ ان هو يحسدها ويبص لها ويقول هو انا ليه العيشة دي مش عشتي. فالدماغ بتفرق جامد. تالت نقطة، ودي نقطة مهمة جدا، هو ان انت لازم تحط لنفسك توقعات واقعية بناء على الظروف بتاعتك. انت بقالك قد ايه بتتمرن، الوقت المتاح ليك، الميزانية المتاحة ليك ان انت تستثمرها في الجيم، وحاجات كتيرة جدا. وبرضه مش الطبيعي ان انت تكون بتقارن نفسك وانت مثلا بقالك سنه سنتين بتتمرن بشخص تاني يكون هو اصلا بيتمرن بقاله 10 12 سنه، ساعتها المقارنه دي مش هتكون في صفك. وفي نفس الوقت لو انت شخص اصلا بتشتغل، خلينا نقول عندك عيله او بتروح الجامعه او عندك اولويات تانية في الحياه، واللي انت عايز تعمله هو ان انت تبقى فورمه جامده ويبقى شكلك حلو، وده تقدر ان انت تعمله، بس ما ينفعش تقارن نفسك بشخص بيتمرن 6 ايام في الاسبوع وحياته كلها عباره عن الجيم وتركيزه كله في الاكل وتقول هو انا ليه مش عارف ابقى زيه، لان هنا تختلف الاولويات. انت عندك اولويات تانية والجيم بيجي علشان يحسن من حياتك، وهو الشخص ده الجيم هو بالنسبه له كل حاجه، هو بالنسبه له التمرين والشغل واللي بيجيب له الاكل والشرب وكل حاجه. فانت لازم يبقى عندك برضو توقعات واقعيه للمجهود اللي انت بتحطه هيوصلك لنتيجه عامله ازاي، وفي نفس الوقت انت شخصيا يكون عندك توقعات واقعيه في دماغك بالنسبه لايه اللي انت تقدر تعمله كانسان بيتمرن طبيعي، والفورمة اللي هو يقدر يوصل لها في 3 شهور وفي 6 شهور وفي سنة. ما تبقاش انت متخيل اللي بيتعمل في 10 سنين تقدر ان انت تعمله في 3 شهور. رابع نقطة، ودي ممكن تبان اسهل في الكلام عن ما هي في الفعل، وهو ان انت حاول على قد ما تقدر ان كلام الناس ما يفرقش معاك. احنا بقالنا سنين هنا على يوتيوب وجالنا كل الكومنتات السلبية والرسائل السلبية والانتقادات اللي انت ممكن تتخيلها في حياتك، وطبعا مع الوقت الواحد اكتسب التناحه والمناعه ان الكلام ده ما بقاش بيفرق معاه. بس ساعات كده ممكن مره كل فتره تلاقي في كومنت كده لزق معاك وبدا ان هو يخليك تشك من نفسك، بس كل عليك تعمله ان انت تفوق وتعرف ان الشخص ده ملوش اي 30 لازمه في الحياه، ولا انت عمرك اصلا لو شفته في الحقيقه مش هيقدر يقول لك الكلام ده في وشك. هو بس بيكتب كده عشان يحاول يحسس نفسه ان هو ليه قيمه وليه راي، هو عكس كده تماما. فلو انت في شخص كل ما تنزل صوره بيكتب لك كومنت دمه خفيف اعمله بلوك، ولو انت في شخص في حياتك في الواقع بيقول لك كومنتات سخيفه كل ما تجيب سيره الجيم او كل ما يشوفك يقول لك ايه يا عم ده الجيم مش باين عليك، يا اما تتجاهله وما تنزلش معاه وما تشوفوش، او تديله رد ينيمه في البيت. من الاخر ما تخليش حد يتخطى حدوده معاك ويقلل من اللي انت بتعمله. ولو هو بيقول ان هو صاحبك وبيهزر معاك، فعايز اقول لك ان صاحبك الحقيقي عمره ما هيقلل من اللي انت بتعمله، وعمره ما هيحرجك، وعمره ما هيحب ان هو يطلع شكلك وحش. ولو هو بيعمل كده فهو مش صاحبك بجد، صحابك الحقيقيين هيبقوا عايزين يشوفوك في مكان احسن.
جيم من الاخر موجود علشان يحسن من حياتك، مش علشان يوجع دماغك ويعمل لك مشاكل نفسيه ويتعبك. فركز في اللي انت فيه، ركز في طريقك، وركز ان انت كل يوم تبقى بتحاول ان انت تتقدم حتى ولو بسنه صغيره عن امبارح، تتعلم حاجه جديده وتشاركها مع الناس، وصدقني حياتك هتبقى احسن بكتير. وبس كده يا جماعه، كان معاكم عبد الرحمن من ايفول فيتنس. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. انا حسيت بمسؤوليه كده ان انا محتاج اعمل الفيديو ده، لان انا متاكد ان في ناس كتير قوي بتمر بحاجات مشابهه، وان عايز اقول لك ان انت مش لوحدك، وان ده طبيعي، وان ده هيحصل وبيحصل وهيفضل يحصل. دي للاسف حاجه احنا مش هنقدر نكونترولها، بس حاول ان انت لو انت شخص كنت بتكتب للناس كومنتات سلبيه وبتحاول ان انت تبقى الناظر عليهم وتقول لهم يعملوا ايه، بطل. ولو انت ما عندكش حاجه عدله تحفز الشخص اللي قصادك، ما تكتبش حاجه احسن. فلو انت شايف ان الشخص ده جسمه مش كويس، ما تقولوش يعني، يا ما تشجعوش ولا تنتقده. لان عايز اقول لك، اللي رجله صغيره عارف ان رجله صغيره، واللي عنده كرش عارف ان هو عنده كرش، واللي كتفه ضعيف عارف ان كتفه ضعيف، واللي دراعه ضعيف عارف ان دراعه ضعيف. فانت مش محتاج تروح تقول للناس الكلام ده وتضايقهم اكتر، وهم اصلا الحاجات دي بتبقى مضايقاه. كان معاكم عبد الرحمن من ايفولف. فما تنساش ان انت تعمل الفيديو ده لايك، ولو انت اول مره تشوف الفيديوهات بتاعتنا ما تنساش ان انت طبعا تعمل لنا سبسكرايب، وشغل جرس النوتيفيكيشنز علشان يجي لك اشعار او نوتيفيكيشن اول ما ننزل اي فيديو جديد. استني رايكم في الكومنتات، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.